لما لعبتوا الاهلي ولعبتوا الزمالك، مواجهه الفرقتين مختلف عن بعضها، مواجهه الاهلي مختلف عن مواجهه الزمالك، خاصه ان انتوا لعبتوا ماتشين ورا بعض، الزمالك في الاهلي. طب على اخر ماتشين دول كمان هو كل ماتش وظروفه. ماشي، ممكن مثلا الزمالك يكون في حالته فمثلا بتحس ان الماتش صعب، فممكن مثلا بتلعب مثلا الاهلي مثلا ممكن بيكون في حالته فبيكون الماتش صعب، نفس العكس الزمالك ممكن ما يكونش في حالته فانت بتحس ان الماتش سهل. بس انتوا الماتشين لعبتهم بطريقتين مختلفتين او بشكل مختلف. لا، هي بتتقاس كده، بتتقاس على حسب الظروف، الماتش بتمشي ازاي. فانت مثلا بتكون مركز وبادئ بدايه صح، مثلا بتجيب جون في الاول في الثاني، فانت بتكون داخل الماتش كده مع التوفيق طبعا، فتلاقي الدنيا بتسهل عليك. بس ماتش الزمالك انتوا ابتديتوه الاخير، ابتديتوه صح وتقدمتوا على الزمالك بهدفين، وبعدين الجيم كله قلب عليكم. كابتن علي مار قال لكم ايه وايه اللي حصل؟ يعني القلب دي حصل كان ان احنا كنا نقدر نكسب سكور. ضاعت فرص كتير. الشوط الاولاني انت كسبان 2 والماتش كويس فاحنا كنا انا كنت بره الماتش ده، كنت عديك، فانا كنت بقول من بره احنا ما ينفعش يجي فينا جول الشوط الاولاني. مفعش وجي فينا 2، فالشوط الاولاني انت كنت كسبان 2، كنت تقدر تجيب تاني وتالت ورابع، فلما جاب جول هو برده الزمالك في النادي كبير فمع الجمهور مع الجون ده فنزلهم الماتش بعد الجون ده، خلاص بقى بدا ان هو ياخد الثقه تاني وهو يدخل في الجيم اكتر، فده طبيعي لان برده انت بتلعب فرقه كبيره. كابتن علي مارك عمال يصرخ في طبعا، وفوت اللبس دغدغ علينا، قلت اللبس طبعا دغدغ عليك قلت لا كابتن علي ما شاء الله من النوع اللي هو عنده حميه جامده شديد يعني. قال لكم ايه فوت اللبس؟ لا صد اللبس مش عارف بين غنام بين دماغه طارت ولا لا في دماغه، هو كان متعصب جامد يعني كده. فبس كابتن علي هو في الملعب في ساعه الماتش، بس بره الملعب شخصيه جميله وشخصيه جدعه وبيقف مع كل الناس وبيساعد كل الناس. فلا هو شخصيه متكامله بصراحه، انا بحبه. ماتش الاهلي بقى ايه اللي حصل فيه؟ ماتش 0-0؟ انا ما كنتش موجود، انا كنت الماتش ده بره. ماشي، انا بسالك يعني شفت ازاي الماتش من وجهه نظرك؟ طبعا احنا كنا منظمين قوي وكنا بنلعب واحده واحده، فكنا بندافع مع بعض وبنهاجم مع بعض، واللعيبه كلها كانت في حالتها، ما هي اللعيبه هي اللي بتساعد المدرب وبتساعد شكل الفرقه انها يظهر كويس. لو مثلا عندك في الفرقه مثلا ال10 بتوع الفرقه فايقين فهيفرقوا معاك في الماتش، هيفرقوا مع المدرب، عكس مثلا ما تلاقي في ناس مش في يومها فبيصبح الموضوع بيبقى صعب على المدرب شويه، لان هو مش هيقدر مثلا يشوف يعني رضا مش في حالته النهارده، هو مش هيقدر يخش جوه رضا يخليه في حالته. فهي الفكره بتفرق من النادي بالذات لما يكون عندك لعيبه كبيره وكويسه، بيفرق من حاله اللعيب. لو حاله اللعيب كويسه اليوم ده فبتلاقي نفسك انت في حته تانية. ليه؟ لان انت كل اللعيبه في حالتها وكل اللعيبه عندها امكانيات كويسه، فلما بيكون عندك امكانيات كويسه مع حالتك الكويسه بتلاقي نفسك الموضوع بقى اسهل. لما خرج حمدي فتحي الناس قالت بوبو خلاص بقى في موجود في النادي الاهلي، هل انت بتقدر على المنافسه جوه الاهلي؟ لان هسالك السؤال ده على الاهلي وعلى الزمالك وعلى بيراميدز. طبعا اقدر. ليه ما اقدرش منافسه؟ زحمه سوريا، ايه المشكله؟ دي طبيعي. ما طبيعي ان انا ما في كل مكان، ما اي حاجه في الدنيا منافسه. طبيعي اخش في منافسه معاه. وهي بقى هي الفكره في انت بقى في قدراتك انت وامكانياتك انت اللي تقدر تلعب وانت اللي تقدر تحجز نفسك. انت قلت لي كلمه حلوه، قلت لي مروان كانت الناس كلها بتقول ان هو هيجي وهيقعد على الدكه. مروان دلوقتي لعيب اساسي في النادي الاهلي ولعب على الكوره، فده طبيعي. هي دي الكوره، هو الكوره محتاجه فرصه، فرصه واحده انت بتقدر ان انت تستغلها، بس الفكره بقى ان انت تستمر على الفرصه دي. ان انت مثلا ما تاخدش فرصه ان انت تلعب في مكان كويس، وبعد كده بقى اهم حاجه الاستمراريه هي اللي بتفرق معاك. طيب تعالى بقى اسالك نفس السؤال في الزمالك. الزمالك يمكن المنافسه فيه تكون اقل شويه لان الزمالك ايه اللي اقل؟ اللعيبه كويسه ولعيبه كبيره كلهم، ممكن مثلا الظروف ما ساعدتهمش، ما كانوش كويسين مثلا، بس لعيبه كويسه، امكانيات كويسه، ما في دونجا لعيب كويس وفي لعيبه كتير كويسه وفي يعني في لعيبه موجودين. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. والخواجه مع جون كوره ومحمد رضا بوبو لعيب عاقل لعيب. النهارده في حواره مع ابراهيم فايق والفرق بين الاهلي والزمالك، راجل كلامه موزون، راجل عجبني قوي لما قال ان المنافسه هي سمه الحياه، واي لاعب واشاد بيه مروان عطيه لاعب النادي الاهلي قال لك بالاسامي مش هتلمسها، مش هتلمس النجيله، لكن بالروح وبالحرق وبالمجهود كان لاعب اساسي في النادي الاهلي. كمان محمد رضا بوب تصريحاته تصريحات لعيب منطقي، لعيب واقعي، لعيب يقول لك انا اهم حاجه اللعيب، طول ما اللاعب في حالته يقدر يدي المدرب اعلى نسبه مهاره، اعلى نسبه تركيز، اعلى نسبه طبع. السؤال هنا امتى اللعيب يبقى في حالته وامتى اللعيب ما يبقاش في حالته؟ بتيجي على الناحيه
النفسية، على الناحية المزاجية، على ناحية تركيز اللاعب في الماتش. دي حاجة. الحاجة التانية، لأن دي حاجة مهمة جدا، إن تركيز اللاعب في الماتش هو اللي يخليك أنت عايش أجواءه، عايش أجواء الماتش، عامل حساب كل حاجة، مركز قوي، فبتأدي مباراة على أعلى مستوى. توفيق من عدم توفيق دي حاجة مش لعب، دي حاجة بتاعت ربنا، لكن في جزء عليك. ما هو أصل ربنا سبحانه وتعالى مش عارف ما تجريش، يعني التوفيق مش في عدم جري، ممكن التوفيق في عدم في الباصة بتطلع طويلة شوية، لكن التغطية ملهاش علاقة بالتوفيق. يعني كون ان انت تجري في الملعب وتعمل ده ملوش علاقة بالتوفيق، ده التوفيق بيبقى في حاجة تانية، في كرة في التيغة في العرض وتخش الكرة أسيست خطأ لاعب من الأسيست بتاعك، التوفيق معروف، لكن الاجتهاد والعرق والمجهود وان انت تعمل اللي عليك ده ملوش علاقه جدا خالص بالتوفيق. التوفيق من عدم، زي ما بالبلدي كده احنا بنقول ايه، انت بتعمل عليك وبقى ربنا، فانت بتجتهد، لكن التوفيق من عدم. فحاله اللعيب بتنقسم الى قسمين، التوفيق وبتعمل اللي عليك. التوفيق حاجه وبتعمل اللي عليك حاجه، زي ما شرحناها مع بعضينا محمد رضا بوبو وتصريحاته، وكمان اتكلم كلام كويس على علي ماهر، وعلي ماهر مدرب محترم، مدرب يكبرك على احترامه. كلنا بنشوف اللي محمد رضا بوبو بيقول عليه، هو تركيز علي ماهر وعصبيته وانفعاله في الملعب، لكن غير كده هو شخصيه زي ما وصف محمد رضا بوبو كده، شخصيه محترمه، شخصيه متعاونه، شخصيه بيبان البني ادم العدواني، بيبان البني ادم المسالم مع نفسه، بيبان البني ادم الطيب، بيبان والجدع، بيبان كله بيبان. ودايما على قهوه الخواجه ما بنستضيفش غير الجدعان. وابراهيم فايق عامل حلقه ولا اروع مع محمد رضا بوبو، ورب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله نيجي نعرف على حلقه.